اهم 10 مكملات غذائيه للرجال وللنساء. المكمل الغذائي الاول مفيد جدا للناس اللي هي بتعاني من توتر وعصبيه، الناس اللي عندها تساقط في الشعر، او البنات اللي عندها شحوب في الوش والشعر على طول كده بهتان، او اللي بتعاني من تكسر في الاظافر، او الناس اللي عندها مشاكل في العقم، او كمان المدخنين. المكمل الغذائي ده هو السيستين، ده من احد الاحماض الامينيه المفيده جدا، مفيده جدا في شعرك، بيدخل في تركيب الكيراتين اللي هو بيكون جسم الشعره ذات نفسها، وكمان في عنصر السلفر اللي بيربط الروابط بين الشعر، وكمان بيدخل في تركيب الجلوتاسيون اللي هو موجود في الجلد، فبالتالي بيحسن من نضاره الوش، بيزوده تفتيح وبيزوده نضاره وحيويه. ابر الجلوتاسيون دي موجوده في العيادات بسعر غالي جدا جدا، مع انك ممكن تستعوضها بحبوب السيستين. برده مفيد جدا في تكسير الاظافر لانه من الاحماض الامينيه اللي بتكون الاظافر، مفيد جدا في حالات العقم عشان هو مضاد للاكسده قوي جدا، فبيمنع حمايه المنويه ان يحصل لها اي تشوهات، بيخليها بصحه جيده. برده بيعالج التهاب الصدر، بيطرد اي بلغم موجود في الصدر للناس المدخنين، برضه مضاد للاكسده قوي جدا، بيحافظ على شباب الجسم، بيخليه على طول شباب دايما، وما يكبرش في العمر بسهوله، ما تحسوش بتعب كده وارهاق باي مجهود ومن اقل مجهود. ده هتلاقيه في الصيدليات بالاشكال المختلفه دي، بس انا نصيحتي ليكم تاخدوه عن طريق الاطعمه. الاطعمه الغنيه جدا بالسيستين هو البيض واللبن وبذور عباد الشمس اللي هو اللب السوري، وكمان الدجاج. تخيلوا ان كل بيضه واحده فيها 190 مللي جرام من السيستين، وتخيلوا ان حبوب البريورين دي فيها كل كبسوله فيها 2 مللي جرام بس، يعني كل بيضه كأنك خدت 90 كبسولة من البريوري.